بص الطول انت بدأت على بكل السن. المقاييس يا جماعة، بكل المقاييس. الزملكاوية زعلانين مش عشان الهزيمة من الأهلي في نهائي كأس مصر، علشان إنك تتهزم من الجونة بعد 3 أيام من هزيمتك في كأس مصر، باعتبار إنك أنت لعبت الجمعة ولعبت التلات. وعلشان كده عايز أقول لمجلس إدارة نادي الزمالك، لا مفر من لجنة كرة. وأنا كنت بتكلم مع زميل إعلامي زملكاوي، مش عايز أقول أسماء دلوقتي، كل من هو خبير في ملف نادي الزمالك بيتكلم إن لابد أن يكون هناك لجنة كرة. من المفترض المجلس بيعدل أحوال ميلة على قد كلامه أو على ما يقولون. طيب هو ملف الزمالك ملاكي؟ يعني سؤال بريء جدا جدا، هل هو ملف الزمالك ملاكي؟ ملف الكورة في الزمالك، يعني إذا كان ملف الزمالك ملاكي لمجلس الإدارة إحنا ما نتكلمش. وإذا كان ملف الكورة الملاكي لمجلس الإدارة جواه حد واخد الملف ده تكية يقول لنا. أولا أنتوا عارفين علاقتي القوية بالكابتن أحمد سليمان، ولكن الكابتن أحمد سليمان غير متعاون تماما مع الإعلام. كابتن أحمد سليمان الراجل ماضي مع الام بي سي حصري، فاذا انتفى انك انت تكلمه كاعلامي عشان تجيب استفسار. وانا قابلته في المقصوره الرئيسيه يوم مباراه نهائي كاس مصر، قلت له يا كابتن احمد انت تحظى برصيد كبير من الجميع اولهم انا، كل يوم بتخسر شيء من الرصيد. يعني على فكره ممكن احنا نقول حاجه ظريفه جدا، ما تعتبرهاش والله قصف جبهه او حاجه، هل يدير مهيب عبد الهادي ملف الكره في الزمالك؟ سؤال بريء زي سؤال صريح جدا جدا، والله بتكلم بجد. يعني هل مهيب خلاص يا جماعة دلوقتي احنا ما عندنا غير مهيب وبيقعد يجيب الناس ويدي ألفات الله يرزقهم وربنا يكرمهم، وان كان نجوم كتير في الرياض كانوا بيشكوني من تفاوت الفلوس، يعني مهيب بيدي ده بالدولار يدي ده بالجنيه يدي ده 10 يدي ده 5، انا ماليش دعوة بالملفات دي. ولكن هو في الاخير اللي ماضيين عقود في الام بي سي قليلين جدا. حتى انا كنت بسال هو الكابتن احمد سليمان، وعلى فكره انا مش بهاجمه، مضى قبل ما يبقى عضو مجلس اداره ولا بعد ما بقى عضو مجلس اداره؟ ويا ريت الكابتن حسين لبيب يبقى سامع كلامي ده، لان 90% من الناس اللي بتهاجم دلوقتي حضرتك ومجلسك من الاعلاميين ده رصيد خسروا الكابتن احمد سليمان. اتمنى بس ان يكون كلامي مفهوم. ازاي يعني؟ انا مثلا مش عايز اخوض معركه ضد حد، لكن غيري شايف اني تجاهله وانه بيدور على معلومات ما يلاقيهاش. هو راس مال الاعلام ايه يا جماعه؟ يعني انا راجل معايا برنامج، زميل تاني بيتكلم على سوشيال ميديا، زميل تالت بيكتب في موقع، زميل رابع بيكتب على حتى على صفحته على الفيسبوك. في النهايه كل زملائنا افاضل ومحترمين، يعني وانتوا عارفين مدى تقديري لكل الزملاء. عايز معلومه، لما انت تحجب المعلومه لما انت تقع عليك ليه؟ والله العظيم انا بقول لكم ده بعد الهزيمه الثانيه على التوالي، لان لابد ان تبعبش. تبعبش دي لفظ بتاع امي، لابد ان تبعبش في النوايا. الاهلي لم يلعب مباراه في التاريخ بسوء الشوط الاول اللي لعبه في اول برك. الاهلي نسي نفسه في غرفه خلع الملابس وطلع فلنات من غير لعيبه. اقسم بالله وانا في الملعب الاهلاويه ينتظرون الخساره كما ينتظر الزملكاويه الفوز. والكل سلم ومستسلم ومستني هدف الزمالك يجي امتى. انك ما تفوزش ده لازم تعمل مراجعه مع نفسك. وهم يعلمون كل الزملكاويه المحبين اني لهم ناصح امين. الحكم البرازيلي كان لسه السفاره ببقه قبل ما النهايه، وزو اشتغل السوشيال ميديا زعلان. من حقهم، بطوله في المتناول تفي الجيب، تيجي تتغلب من الجونه. وناهيك انا كنت في الحرم بصلي وبسال حد قال لي الزمالك كان وحش جدا، لان انا اتفرجت على الاهداف، الاهداف مش مقياس. ولكن ناس كتير اكلمت اربعه، عشان قلت لما اتكلم ابقى فاهم، الكل اجمع ان الزمالك وحش. لماذا الزمالك وحش؟ يبقى انت لما قلنا
ليك شكرا لما فكيت القيد، انت خدت شكرا ولكن ما قيمتش لما قلنا لك جبت صفقات شو جماهيري. ولذلك السؤال التالي، هل الصفقات كانت انتقام من المجلس السابق؟ محدش يقول لي اني عبد الله السعيد انتهى بعد هذه المباراه. ده في واحد بيقول لي، رجل اعمال زملكاوي كبير جدا صديقي على فكره اماراتي مش مصري، بيقول لي هو الزمالك جايب عبد الله عشان يعمل كعبه عشان امام عاشور يغطي التسلل؟ انا اول مره اعرف هو اللي خلاص غطى التسلل. مين؟ عبد الله؟ والله يا جماعه حد يقول لي هو عبد الله يا جماعه؟ اصل لما بيقول لي صاحبي ده قلت له يا عم قول لي جاب عبد الله في الحته دي، ده تونجا. هو عبد الله ولا دونجا؟ ايا كان وات ايفر يعني، اهو الناس بتتريق وخلاص. طبعا هم يعلمون في مجلس الاداره اني ناصح امين للكل، ولا دلوقتي باخد معارك ولا لي دعوه بيمين ولا لي دعوه بشمال. ولكن بصراحه ما يحدث، عشان بس لا تلوموا على الاعلام ولا الناس، انا نفسي ما بجيب معلوماتي بشق الانفس. معلش يمكن انا ساعات لي فلسفه مختلفه في ملف الزمالك، ولكن ليس من الذكاء انك انت يبقى عندك هذا التعاطف من الاعلام وتخسره تدريجيا بسبب ملف الكوره. كابتن حسين السيد دمر قضاء الناشئين، والكابتن محمد حلمي كمل عليها. بما اني كنت بعمل اقوى استوديو تحليلي وما زلت عن الناشئين، قلت يا جماعه بص على دماغكم، ما فيش حد يستغنى عن ابراهيم صلاح. الفرقه فكت وسامح اللي جابه الكابتن حلمي دمره، وكل الكلام انت كنت شغال مع مرتضى منصور، انت كنت شغال مع مرتضى منصور، انت كنت شغال مع مرتضى منصور. حتى محمد ابراهيم اللي انا بعتبره من الناس اللي عبوا نوابغ في التدريب، لان انا معجب بيه جدا فنيا، كان ماسك فرقه 2008 قالوا لي امشي وامسك مش عارف مساعد مع سامح في 2003، واستكتروا على ابراهيم صلاح النفوس. انا بطلب لك مثلا، استكتروا على ابراهيم صلاح انه يلعب كاس الرابطة ب 2003 مدموج ب 2005. فرقة 2003 لم تهزم مباراة مع ابراهيم صلاح. والغريبة انه كان فايز على الاهلي واخد مكافآت والناس شالته على الاعناق والمجلس جاب له قرطاية واحتفل بيه. قال كابتن حلمي ظنا، يعني انت عارف الكابتن حلمي جاي مفكرني عامل زي مين؟ زي قال لك ايه؟ قال لك اسكت، ده جابوا واحد في المنطقة التعليمية اسمه رابسو. فراح رد عمك سعيد صالح قال له ايه؟ قال له ده اللي هينظف عادل امام. قال له ده اللي هينظف المنطقه التعليميه، ولا الراجل فاهم ينظف مين ولا يعمل مين. والدليل على كده اللي انا قلته وقعدت انادي بيه، بس ما رضيتش افتح الملف تاني. والله كم حد يقول لك عبد الناصر بيهاجم ولا بيعمل، رجع ابراهيم صلاح تاني. فيا جماعه ملف الكوره عايز اعاده صياغه ولجنه كوره. والناس كلها عارفه في نادي الزمالك ان الكابتن حسن شحاته كان مرشح بقوه، وقيل ان الكابتن احمد سليمان معترض، وبعد كده الكابتن حسن طلع قال عجبا على ناس لحم اكتفي من خيرهم، ما عرفت كان يقصد مين، بس قيل انه يقصد الكابتن احمد سليمان. وبعد كده الكابتن احمد حسن جمعهم عنده في البيت وصلحهم على بعض. الكابتن حلمي كان معانا برضه في المباراه، كان موجود وشرفت بيه. وكان في كلام كتير ان الكابتن حلمي يجي رئيس لجنه كوره، برضه بيقول لك العقبه ان الكابتن احمد سليمان مش عايزه. طب ما انتوا يا جماعه، طب الحل ايه؟ يعني اتمنى ان الكابتن احمد سليمان يقبل نصيحتي والكابتن حسين السيد، ويكون في لجنه كوره معاهم من منطلق اني اكتر من عين تاتي الى نتائج متميزه، وليس ان انا يكون معايا ملف فسيطر عليه برا وبحرا ودون. وارجوهم ما يزعلوش، انت ما دام مش متعاون معايا لا في برنامج ولا في معلومه لا تنتظر مني مسانده، حتى ولو كنا اخوات. فيش حد اهم من شغل اي انسان، لان احنا خدامين الجمهور اللي بيتفرج علينا بالملايين وبنبحث عن معلومه. يا جماعه يا زملكاويه الكره الارضيه، لا نستطيع ان نحصل على معلومه في ملف الكوره، لان المعلومات حصريا لمن متعاقدين معاهم يتكلموا عنهم. فلا تنتظر عشان ما تجيش تقول عبد الناصر ولا فلان ولا علان ولا مدري كان. خلاص في ناس ماضيه حصري مع ناس، فبتديها المعلومات وبتديها التشكيل قبلها بساعتين وبثلاث ساعات.
يبقى انت بتعلن حرب على منافسين هؤلاء، دول عاملين معاك عقد، يبقى المنافسين ليهم يترموا في الزباله، فلا تنتظر منهم مسانده. ملف الكوره يحتاج الى اعاده صياغه بعد الهزيمه الثانيه. ليس هناك جديد يذكر ولا قديم يعاد. هناك امور كثيره جدا الواحد مش عايز يتكلم عنها في الوقت الحالي، ولكن اتمنى ان يكون في اصلاح سريع قبل فوات الاوان. شكرا جزيلا، السلام عليكم.